سعيد يا يس هاو ار يو ايفريثينج از جود ثانكس فور ذا انفايت ثانك يو فيري ماتش هنطلع نشوف تقرير عن مستر بيتسو بوسيماني ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى إذا كنت تبحث عن أفضل مدير فني في قارة إفريقيا في الوقت الراهن فمن الطبيعي والمنطقي أن يكون الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مقدمة اختياراتك 4 بطولات وبرونزية العالم في 240 يوما في الأول من أكتوبر من عام 2020 تعاقد الأهلي مع الألماسة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قادما من سان داونز في خطوة لم يتوقعها الكثيرون فهو أول مدرب من القارة السمراء يتولى المسؤولية الفنية للأهلي قرار جريء من محمود الخطيب أسطورة الأهلي ورئيس النادي وخطوة شجاعة حملت في طياتها رهان كبير فلم يكن الاختيار سهلا قبل فترة حرجة وقبل نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الحلم الغائب منذ 7 سنوات لكن الخطيب اتخذ القرار ورهانه كان محسوبا فموسيماني ليس مدربا مغمورا بل جاء إلى الأهلي محملا بالألقاب حيث توج ب5 بطولات للدوري الجنوب إفريقي رفقة سان داونز بالإضافة إلى بطولتي كأس جنوب إفريقيا وبطولتي كأس ودوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكأس السوبر الإفريقي وقبل تدريبه سان داونز حقق موسيماني لقبين رفقة فريقه الأول في عالم التدريب نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي وعلى الصعيد الفردي فاز موسيماني بأفضل مدرب في الدوري الجنوب إفريقي 5 مرات بالإضافة لفوزه بمدرب الموسم في الاتحاد الإفريقي خلال موسم 2016 الألماسة قلب الأمور لصالحه وقدم قربان ولائه لجمهور الأهلي مبكرا ليس فقط بحديثه المتواصل عن القيمة الكبيرة للأهلي وإنما بإنجاز كبير يصحبه مذاق خاص من خلال التفوق على الزمالك في نهائي القرن عقب قيادته للأهلي إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليستعيد الأهلي لقب الأميرة السمراء بعد غياب دام 7 سنوات بقذيفة أفشة ملك القاضية عقب التتويج الإفريقي تأهل الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر ونجح موسيماني في قيادة الفريق لحصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية ليكرر إنجاز البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسبق للأهلي الذي حصد معه الفريق برونزية مونديال الأندية 2006 في اليابان وعلى المستوى المحلي قاد موسيماني الأهلي للفوز بلقب بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب التفوق على طلائع الجيش في المباراة النهائية بعدما كان قد أكمل مع الفريق بطولة الدوري العام تواصلت إنجازات موسيماني بلقب السوبر الإفريقي الذي يعتبر اللقب الرابع للمدرب مع الأهلي بعد الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية المونديال فضلا عن تأهل المارد الأحمر لنصف النهائي من النسخة الحالية لدور الأبطال نجاحات موسيماني مع الأهلي لم تكن بالألقاب فقط وإنما بالأرقام أيضا حيث لم يخسر المدرب الجنوب إفريقي مع الأهلي أي مباراة في خروج المغلوب وحقق الفوز في جميع المباريات سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو السوبر الإفريقي وتفوق أمام الأندية الكبيرة كالوداد والزمالك وصن داونز ونهضة بركان وبالميراس البرازيلي وجاءت خسارة الأهلي الوحيدة مع موسيماني في مباريات خروج المغلوب أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية كما أن المدرب الجنوب إفريقي لم يخسر أي بطولة يلعب فيها حتى الآن فمنذ يومه الأول وهو على منصات التتويج بلغة الأرقام قاد موسيماني الأهلي في 47 مباراة حقق الفوز في 34 وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مرات فقط لتبلغ نسبة تحقيقه الفوز مع الأهلي 72.34% وهي أكبر نسبة فوز له مع الأندية بطولات وأرقام تؤكد نجاح موسيماني مع الأهلي وتؤكد فوز الخطيب في الرهان على صائد البطولات الجديد للقلعة الحمراء